اهلا بكم مشاهدينا وين ما تكونون وين ما تتابعونا. بالتاكيد بلشنا وياكم رحله لهذا اليوم، رحله جديده من استراحه الظهيره خلال ساعه كامله من البث المباشر. بالتاكيد هناك الكثير من التقارير وايضا ممكن الفقرات المتنوعه اللي لابد انه احنا ممكن انه نحاول قدر المستطاع انه تكون هي ضمن المجتمع العراقي اللي تم وتخص كل افراد العائلة، لأنه بالتالي إحنا لابد أنه دائما نوصل صورة جميلة إلى كل مشاهدينا، وبالتالي يكون هذا انعكاس عن الواقع. هي ممكن أن تكون مجرد صور جميلة ما لها صلة بالواقع. عموما أنا أتمنى أن يكون نهار جميل وسعيد على كل مشاهدينا، سواء بلشوا يومهم بأوقات مبكرة من الصباح أو ممكن بلشوا بأوقات متأخرة. دائما خلونا نكون إيجابيين متفائلين قدر المستطاع حتى نقدر نتخطى صعاب اليوم. طبعا كبداية خلينا ننتقل إلى فاصل، ومن بعد أكيد مكملين رحلتنا. برعاية رئيس الوزراء وهيئة الإعلام والاتصالات، نظم في العاصمة بغداد ملتقى شباب التحول الرقمي وبحضور كبرى شركات التكنولوجيا والمعلومات. هذا المؤتمر أول شيء حيعرف الشباب على آخر التكنولوجيا الموجودة بالعالم، ثاني شيء يشجعهم على البدء بمشاريعهم الخاصة، لأن حيشوفون هواية مشاريع ناشئة، وإذا تشوف البوثات اللي ورايا هواية مشاريع ناشئة ونجحت وصعدت إلى أنه أخذت بدأت تأخذ تمويل. الشغلة الثانية، هاي مثل هاي المؤتمرات ما كانت موجودة قبل، فهاي المؤتمرات حتشجع الناس وتخليهم يشوفون آخر ما موجود عالمياً ومحلياً، حتى هم يبدون مشاريعهم ويشوفون آخر التطور الموجود بالتكنولوجيا. الحاضرون أكدوا أن هذا الملتقى سيكون فرصة للتعرف على التطور الرقمي والتكنولوجي لمواكبة الحداثة وإتاحة الفرصة للشباب من أجل استغلال طاقاتهم في هذا المجال. اعتقادنا كشركة ناشئة مشاركة بالمؤتمر أنه هذا المؤتمر إن شاء الله يكون بداية خير وبداية إن شاء الله مباشرة لشريحة الشباب، خاصة في مجالات التحول الرقمي. اليوم العالم كله متجه باتجاه التحول الرقمي، والعراق إن شاء الله ملتحق بركب التحول الرقمي. هذا الشيء راح إن شاء الله يوفر وظائف أكثر للشباب، خاصة الآن شبابنا مثل ما تشوفون متجه اتجاه كلش قوي باتجاه تكنولوجيا المعلومات. ميتا أولا يخلي الشباب، خلي نقول in the point، يخليهم بقلب الحدث، يعرفون العالم وين واصل، وين الأمور واصلة. خلينا نقول مشاركة الخبرات ويا الشركات الراعية والشركات الرائدة بمجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. وتعطي الحكومة العراقية اليوم أهمية للتحول الرقمي، وتفتح المجال لعقد شراكات بين القطاع العام والخاص والتعاون في هذا المجال لتحقيق التقدم والنجاح. لسامراء الفضائية علي الحسني، بغداد. شكرا للزميل علي الحسني على هذا التقرير، لأنه بالتالي شباب الملتقى الشباب للتحول الرقمي يعتبر هذا من الأول من نوعه تحديدا في بغداد، لأنه بالتالي مثل هذه المشاريع أو مثل هذه المؤتمرات دائما تشجع على أن يكون هنالك اختلاط أكثر وممكن اطلاع أكثر على التطورات اللي تحصل بعالم التكنولوجيا، خصوصا بالعصر أو بالوقت الحالي، لأنه تعتبر التكنولوجيا جزء أساسي ومهم من حياتنا. بالتالي اليوم الاطلاع على آخر التطورات سواء كانت في البلدان الأخرى أو من خلال الشركات العالمية، كل هذا الموضوع ممكن أنه راح يساعد شبابنا على تطوير ممكن مهاراتهم، تطوير مشاريعهم اللي هي تكون من خلال التحول الرقمي، وبالتالي هذا الشيء بالتأكيد راح يؤدي إلى وجود وظائف جديدة إلى شبابنا تحديدا، لأنه ممكن أنه هناك الكثير من فئة الشباب أصبح أنه هو يعني يتوجه حول التكنولوجيا، يتوجه حول المشاريع اللي تكون هي عن طريق الانترنت وما إلى ذلك. وهذه طبعا من الأمور المبشرة بخير. نتمنى ونأمل دائما أن تكون هناك مثل هذه المؤتمرات اللي هي قدر المستطاع ممكن أنه توصل شبابنا إلى أهدافهم، وبنفس الوقت تطور من البلد وتطور أيضا من الأفكار اللي ممكن أن تكون هي مواكبة للعالم.
طبعا من بغداد ننتقل سوية إلى البصرة. طبعا بالبصرة راح نتحدث أو ممكن راح نشاهد خلال هذا التقرير حيث قدمت أحد الفرق التطوعية المختصة بمرض السرطان بالتعاون والتنسيق مع شركة المنتوجات النفطية بمنح مساعدات مالية إلى المواطنين المصابين بالسرطان في ظل ازدياد عدد الإصابة التي سجلتها المحافظة ب2000 حالة سنوية. طبعا هذه تعتبر أرقام جدا عالية خصوصا 2000 حالة سنويا. هذا الموضوع لابد من أنه نتجه ونحول الأنظار باتجاهها لمساعدة المرضى السرطان، وبنفس الوقت قدر المستطاع أنه إحنا نحاول أن نحد من هذا الموضوع. خلينا نشاهد هذا التقرير وبالتأكيد لنا حديث عنه. مع التزايد الكبير في عدد المصابين بالسرطان، بادرت إحدى الفرق الإنسانية المختصة بالسرطان بالتعاون والتنسيق مع شركة المنتوجات النفطية بتقديم منحة مالية إلى المواطنين المصابين بالأمراض السرطانية في المدينة. منح مالية مقدمة من شركة توزيع المنتجات النفطية بالتنسيق مع فريق محاربي السرطان، حدود تقريبا 415 طفل، تقريبا مبالغ 215 مليون، لكل طفل 500,000 دينار. ان شاء الله احنا مستمرين بالدعم لاطفال مرضى السرطان. حقيقة احنا فريق مختص باطفال مرضى السرطان، من عمليات، من منح ماليه، من علاجات، كل شيء جاي نوفره لهم. جزاهم الله خير شركه توزيع المنتجات النفطيه اليوم قدمت لنا هاي المنح، وان شاء الله مستمرين تقديم اكثر لاطفال مرضى السرطان. توزيع الدعم المالي على العوائل والاطفال المصابه بالامراض السرطانيه، تم توزيع اكثر من 400 مساعده لهذا الوقت. إن شاء الله نتمنى المزيد من المبادرات والعطاء. ذوي المصابين بالسرطان أثنوا على هذه المبادرة ومطالبين الجهات المعنية بتوفير العلاجات والاهتمام أكثر في هذه الشريحة. الشكر لهم والتقدير اللي بادروا بهاي المبادرة الحلوة، بس إحنا رايدين بعد همين من الحكومة من جهات أخرى يعني تدعم أطفال مرضى السرطان، لأنهم معاناتهم هواي وتعبوا هواي، وهذا المرض يعني أخذ هواي ناس، بس احنا جايين نكافح الحمد لله والشكر على كل حال. نشكر الفريق المرتقب وشركة المنتجات النفطية على مساعدتها لمرضى السرطان، ومرضى السرطان تحتاج علاجات وتحتاج متابعة، ونطالب الحكومة بتوفير العلاجات لمرضى السرطان، لأن مرضى السرطان وبالذات البصرة يعني قاعد تنتشر بها حالات بالآلاف. على الرغم من توزيع هذه المنح المالية إلى مرضى السرطان، إلا أن الحاجة باتت ملحة من أجل إيجاد حل جذري لأسباب الإصابات التي سجلتها البصرة ب2000 حالة سنويا بحسب بيئة المدينة. لقناة سامراء الفضائية، ماجد الصقر، مدينة البصرة. شكرا للزميل ماجد الصقر على هذا التقرير اللي يتحدث حول مرضى السرطان والمنح المالية اللي قدمت من شركة المنتوجات النفطية. طبعا بالتالي احنا يعني ممكن دائما نقول خلينا انه تكون هنالك بعض الامور اللي لابد انه احنا نتبعها، سواء كان مرض السرطان عافانا وعافاكم الله يكون هو وراثي او بسبب البيئة اللي يكون عايشين بها. للأسف يعني بالسنوات الأخيرة صرنا نشوف أنه هنالك ازدياد بعدد الأرقام حول المرضى بهذا المرض تحديدا، لأنه هناك الكثير من العوامل الغير صحية أصبحت هي موجودة. ممكن أن تكون بسبب البيئة تلعب دور جدا كبير بتواجد الإنسان بها، خصوصا إذا كانوا أطفال. أيضا العامل الوراثي يلعب دور جدا كبير بهذا الموضوع، وبالتالي ممكن أن يكون نمط الحياة مؤثر بشكل جدا كبير على تعرضنا لأمراض معينة ومن ضمنها مرض السرطان. اليوم احنا دائما نقول خلي نكون احنا بنظام غذائي، مو شرط انه نكون مثاليين. يعني احنا لما نقول نظام غذائي مو معناته انه نكون احنا
مثاليين بهذه الجهة، وإنما نتناول قدر المستطاع طعام صحي خالي من المواد الحافظة. يعني المواد الحافظة لو ممكن أنه إحنا البعض يعرف شقد ممكن أن تكون هي مضرة على الإنسان، بالتأكيد ما راح يتناولها، لأنه هذه ممكن أنه هي تعتبر كلية مواد مركبة كيميائيا، فبالتالي تضر الجسم بشكل جدا كبير. تعتبر من أهم المصادر الرئيسية للمسرطنة اللي تضر أجسادنا، خصوصا إذا كانوا أطفال. من أبسط الأشياء، يعني إحنا اليوم حتى الشيبس اللي ممكن أنه نتناوله يحتوي، يعني كيس الشيبس الواحد اللي ممكن إحنا نشتريه بربع دينار، هذا بدراسات معينة أثبتت أنه يحتوي على مواد حافظة كافية لتحنيط طفل صغير. فأنتوا شوفوا كمية المواد اللي ممكن أن تكون هي مضرة بداخل الأشياء اللي إحنا نتناولها، اللي إحنا ممكن أنه نشوفها شيء بسيط، وبالتالي الطفل لما يبلش أنه هو يعاند أو ممكن أنه يتذمر مباشرة نقول يلا هاك هذا شيبس أكله، بس إحنا ما نعرف أنه إحنا ندخل إلى أجساده أو إلى جسمه عفوا كمية جدا كبيرة من المواد الحافظة اللي هي تعتبر مصدر رئيسي للسرطان. بالتالي احنا نتمنى دائما ان يتم تفعيل قانون الضمان الصحي للمواطنين، وتحديدا الاشخاص المصابين بامراض ممكن ان تكون خطيرة، لانه بالتالي هذا راح يضمن حق المواطنين، وبنفس الوقت راح يوفر لهم امكانية الحصول على الدواء بالوقت والجرعات بالأوقات المناسبة، لأنه في بعض الأحيان هناك الكثير من الأشخاص اللي ما تكون إمكانياتهم المادية كافية لممكن أخذ العلاج أو أخذ الجرعات. لكن بالتأكيد إحنا على أمل أن تكون بالأشهر القادمة أو بالسنين القادمة هناك تطور بهذا الموضوع، وأيضا حل لهذه الأزمة. طبعا من البصرة خلينا ننتقل سوية مشاهدينا إلى مدينة بلد. طبعا احتضنت مدينة بلد مؤتمر موسع ضم شيوخ العشائر والمسؤولين في الحكومات المحلية لمناقشة ملف إنهاء عودة النازحين في جنوب صلاح الدين. إذا عدت منظمة الهجرة الدولية الخطط الكفيلة بإدماج هذه العوائل بالمجتمعات بعد السنوات القاسية التي تعرضوا لها في مخيمات النزوح. إذن إلى هناك. عقد في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين اجتماعا موسعا ضم شيوخ العشائر والأجهزة الأمنية والمسؤولين في المناطق المحررة لمناقشة ملفات النازحين وعودتهم إلى مناطقهم الأصلية. الجميع هنا يفكر في الحلول الكفيلة بإنهاء ملف النازحين في مناطق صلاح الدين ووضع المقترحات السليمة لإدماجهم بالمجتمع وتقديم الخدمات إلى مدنهم بعد سنوات من الهجرة. لدينا اليوم ورشة عمل هي للترابط الاجتماعي، جاءت بها منظمة الأمم المتحدة في ربط وحدة السلام والترابط المجتمعي بين العشائر والموجودة في النواحي والأقضية في قضاء بلد. يوجد حلول جاءت بها المرجعية الرشيدة والحكومة الموجودة في بغداد بعدة حلول جزئية، ويوجد كذلك حلول مستقبلية لغاية 30/7 بإفراغ جميع المخيمات النازحين، وكذلك الإقليم جاء بخطة أيضا لتفريغ هذه المخيمات. منظمة الهجرة الدولية وبالتنسيق مع الحكومات المحلية والشيوخ أعدت الدراسات والخطط التي تعيد نشاطات تلك المناطق وإعادة الحياة للمزارع والبساتين التي تعرضت للخراب جراء العمليات العسكرية وتعويض المتضررين من الإرهاب الذين لا زالوا ضحية تلك الأعمال. أخي العزيز، حقيقة إحنا طلباتنا أنه الحكومة تتبنى موضوع عودة النازحين الأبرياء اللي هم على بعد مسافة 3 كيلوات أو 5 كيلوات عن مقر سكنهم. نحن نطمح بعودة النازحين الأبرياء فقط، والناس اللي متلطخ يديهم بالدماء العراقيين هذا خط أحمر ما ممكن أن يعود. ونحن في ناحية يثرب كان عندنا نازحين في السليمانية وفي أربيل، والآن رجعوا بأمان واستقرار إلى مناطق سكنهم في عشيرة بني تميم البوحشمة في قضاء الدجيل والشهابي،
الآن العودة الطوعية إلى مناطقهم رجعوا. نرجو من الحكومة المركزية وحكومة صلاح الدين ورئاسة الوزراء دعم هذه الشريحة التي عادت من النزوح من تعويضات ومن بنى تحتية، وكذلك لدعمهم ولطلابهم من كهرباء وماء وصحة ومدارس. مناطق جنوب صلاح الدين طالما عاشت الوئام والسلم المجتمعي لسنوات قبل أن تنالها يد الإرهاب، تنتظر اليوم المعالجات النهائية لإنهاء ملف النزوح وقساوة الهجرة. من قضاء بلدي هاب الربيعي، قناة سامراء. طبعا من بعد ما شاهدنا سوية هذا التقرير اللي يتحدث عن مدينة بلد وتحديدا عن النازحين اللي اضطروا إلى ترك مساكنهم وبيوتهم وأيضا بساتينهم والمزارع بسبب الحروب اللي كانت ضد داعش، لكن مع هذا المؤتمر اللي حصل مع منظمة الهجرة الدولية وأيضا مع رؤساء العشائر اللي موجودين بهذه المحافظة، لا بد من أنه إيجاد الحلول اللازمة لإعادة النازحين اللي أصبحوا متهجرين من سنين وهم بعيدين عن مناطقهم عن ناسهم عن أهلهم، موجودين ممكن أن نشوفهم إحنا بإقليم كردستان، موجودين ببغداد وأيضا موجودين ممكن بباقي المحافظات. بالتالي لابد أن العودة إلى مناطقهم وسكناهم وأيضا معاودة العمل في مزارعهم وأيضا البساتين، وهذا بالتأكيد الموضوع راح يعود بمنفعة جدا كبيرة حتى على الاقتصاد، اقتصاد البلد، لأنه بالتالي المزارع لما تبلش مرة ثانية ممكن أنه تزرع وتحصد والحصول على المحاصيل، وبالتالي هذا الموضوع أيضا راح يساهم بانتعاش الاقتصاد، اقتصاد البلد، وهذه من الخطوات المهمة والضرورية. وبالتالي اليوم الإنسان مهما ممكن أنه لما يبتعد عن منطقته أو يبتعد عن المكان اللي هو أو بيئته اللي عاش بها وكبر بها، ممكن ما راح يكون هو مرتاح حتى وأن توفرت كل ما يعني مقومات الراحة وكل سبل الراحة، لكن بالنهاية بالتأكيد المكان يبقى هو اللي ننتمي إلى هو المكان الأفضل والأنسب لكل الأشخاص مع اختلاف البيئات. يعني ممكن إذا كان شخص ممكن يعمل ببساتين كعمل فلاح أو ممكن أنه يعمل بموظف بالدولة أو غيرها، لكن بالنهاية كل إنسان إلى بيئة يرتاح بها نفسيا مع اختلافها طبعا من شخص إلى آخر. طبعا بالتأكيد مشاهدينا الأحبة ننتقل سوية إلى سامراء ورح نشاهد هذا التقرير اللي يتحدث عن مواطنين يطالبون بزيادة الكوادر الطبية في داخل المدينة. خلينا نشاهد هذا التقرير اللي عدى لنا زميلنا عبد الحميد أحمد، ومن بعدها أكيد لنا عودة. بما أنه أكو قرار من رئاسة الوزراء بجلب أطباء أجانب اللي نشوفها كمواطنين في سامراء زخم غير طبيعي على المستشفى من قبل الأقضية اللي مجاورة إلها وعدد المواطنين، ونشوف زخم كلش قوي والأطباء اللي موجودين ما دا يغطون الزخم هذا، فنطلب من حكومة المركز ووزارة الصحة بأن تجلب لنا أطباء أجانب على مود يحاولون سد هذا النقص اللي موجود عندنا بالمستشفى والضغط اللي حاصل عليها مثل ما قلنا من الأطراف والأقضية المجاورة لقلة الأجهزة بالمستشفيات في الأقضية المجاورة، اللي نعتقد أن سامرة هي اللي القضاء الوحيد اللي موجودة بها هاي الأجهزة وما تلحق للمواطنين وسد حاجتهم. طبعا استاذ الوضع اللي تعيش المدينة من زخم سكاني من المدينة نفسها المركز ومن الأطراف المحيطة بها يقابله ضعف أو قلة في الخدمة المقدمة، وهذا الموضوع طبعا يترتب عليه عدة جوانب من ضمن هذه الأمور هي المستشفى. اليوم المواطن من يحتاج إلى خدمة صحية يروح للمستشفى يلقى مستشفى، مو ماكو مستشفى، أكو مستشفى وأكو موظفين وأكو أطباء وأكو كادر صحي، لكن هذا ما يكفي الكادر كله
لا يكفي الحاجة للمدينة. لذلك احنا كمواطنين نطالب الحكومة المركزية وحكومة المحافظة بإيلاء أهمية لهذه المدينة التي تعاني من هذا النقص الحاد. أطباء قليلين، كادر صحي موجود لكن لا يسد الحاجة، مواد طبية قليلة جدا، نشكو كثيرا من عدم توفر نسبة كبيرة من الأدوية التي تكتب أو تشخص من قبل الأطباء. ممكن المستشفى تغطي جزء من عدها والجزء الآخر يقع على كاهل المواطن ينجبر يروح يشتري من السوق الخارجية. طبعا بالتأكيد في حال أنه تم هنالك نقص بالكوادر الطبية لأي مكان، يعتبر هذا من الأمور اللي لابد أنه معالجتها بشكل سريع، لأنه بالتالي ممكن أنه تكون هنالك حالات اضطرارية، ممكن حالات الطوارئ، وبالتالي هذا الموضوع ممكن بنقص الكادر الطبي بالمستشفى معين راح تحصل أزمة، وبالتالي هنالك حياة وأرواح ناس لابد من المحافظة عليها. طبعا بالتأكيد يعني إحنا لاحظ هناك الكثير أيضا من الأطباء وأيضا ممكن الطلاب اللي تخرجوا من كليات الطب ممكن أنه ما يكونون هم حاصلين على تعيين، فهذه فرصة أيضا لحصولهم على مناطق يعملون بها، وبالتالي هذا الموضوع بالتأكيد راح يأثر بشكل جدا إيجابي أولا على حياة الناس، وبجانب الآخر ممكن أنه راح يوفر فرص عمل لكثير من الطلاب وطالباتنا اللي تخرجوا من كليات الطب وأيضا التمريض، لأنه بالتالي يعني هذا الموضوع جدا مهم. إحنا نشوف أنه في بعض الأحيان هناك أشخاص دائما يفضلون أنه تتم معالجتهم كإجراء عمليات وغيرها من هذه الأمور ويذهبون إلى خارج العراق من أجل إجراء مثل هذه العمليات، لكن بالتأكيد العراق يتضمن الكثير من الكوادر الطبية المحترفة اللي ممكن أنه يعني نحصل على نتيجة أفضل من اللي إحنا سافرنا للدكتور اللي إحنا سافرنا إليه. اليوم ممكن موضوع السياحة الطبية أيضا يدخل بهذا الموضوع، يلعب دور جدا كبير بإقبال الناس على دولة معينة لإجراء بعض العمليات، سواء كانت الهند، ممكن تركيا، إيران وغيرها من هذه الأمور، لأنه بالتالي اليوم الترويج للأطباء في بلد معين عن طريق الإنترنت عن طريق بعض الدعايات كليتها ممكن أدت إلى جذب الكثير من الأشخاص لإجراء الفحوصات أو العمليات ببلد معين، في حين أنه إحنا بالعراق هناك خيرة الأطباء اللي موجودين بالعالم، ممكن أطباء غير مسلط الضوء عليهم لكن بالتأكيد أنه إحنا يحملون شهادات وأيضا بنفس الوقت يحملون خبرة جدا كبيرة في هذا المجال، وبالتالي احنا راح نوفر على نفسنا الكثير والعديد من المصاريف، ممكن مصاريف السفر، تكاليف الفندق وغيرها من هذه الأمور، والأفضل من كل هذا أن يكون هو أساسا بنفس البلد. هذه من النقاط المهمة اللي احنا لابد أن ننوه عنها ونتحدث عنها، لأنه بالتالي يعني أرواح الناس ضروري جدا أن نحافظ عليها من خلال توفير كوادر طبية في كل المستشفيات، مو فقط في مدينة سامراء وإنما في جميع المحافظات العراقية، وأيضا بنفس الوقت أنه إحنا دائما نسلط الضوء على أطبائنا وكوادرنا الطبية المحترفة اللي لهم خبرة سنين طويلة في مجالهم، وهذا الموضوع بالتأكيد يعني يكون إلى أصداء جدا ومردود جدا كبير ومفيد إلى العراق، لأنه بالتالي إحنا دائما نسلط الضوء على أطباء ذو كفاءة ذو خبرة أحسن من نخلي اليوم الأشخاص ممكن أن يذهبون إلى بلد آخر وممكن أنه يحصلون على النتيجة، وأصلا كثير من الأشخاص اللي سافروا من أجل علاج أو من أجل إجراء عملية وتم النصب عليهم والاحتيال ثم تم سرقة جميع أموالهم. طبعا من مدينة سامراء خلينا ننتقل مشاهدينا الأحبة إلى مدينة بيجي، والتقرير لهذا اليوم يتحدث عن أهالي بيجي اللي يطالبون بإعادة فتح المصارف في القضاء. هذا التقرير عد لنا الزميل عبد الله الشويتي، ومن بعدها أكيد لنا عودة. السلام عليكم ورحمة الله. احنا اهالي بيجي عانينا من ظروف، والان ظل عندنا الظرف، ونطلب من الجهات المختصه
بإعادة مصرف بيجي، يعني هسه أنا منتسب مرات عندي تحديث بطاقة، مرات عندي شغلات بالمصرف، مجبور أروح التكريت، لو أروح التكريت لو أروح لباقي المحافظات. فإحنا نطالب من الحكومة، نطالب من الجهات المختصة بإرجاع مصرف بيجي، لأن إحنا هواي عالم محتاجته. يعني هسه كل هاي الناس، أكو ناس كبار بالسن، يعني يقوم يتعنى غير محافظة ويتعنى غير مكان، وتدرون الجو حار، فمو مال واحد يتعنى غير مكان. فإحنا نطالب الجهات المختصة بإعادة المصرف بيجي. ليش؟ يعني كل الدوائر كملت، الوحيد مصرف بيجي ما كمل. فنطالب من الجهات المختصة وشكرا لكم. السلام عليكم، احنا اهالي بيجي نطالب الاستاذ بدر الفحل والحكومة المحلية بارجاع مصرف الرافدين في بيجي حي الرسالة شارع المصرف، بارجاع لانه كهو اقرب لنا هنا. ليش احنا نروح التكريت ونحط مبالغ مالية على مود عندنا عالم يعني تعبانين، يعني مرضى كبار بالسن، فيتعاجزون انه يروحون التكريت، فهذا شارع المصرف يعني المصرف الرافدين افضل هنا. يعني نطالب الحكومة المحلية، نطالب رئاسة الوزراء استاذ محمد شياع السوداني برجاع مصرف الرافدين. والسلام عليكم. السلام عليكم. اول شيء هنا بخصوص مصرف بيجي للصعدة، يعني نحاول قدر الامكان نرجع، يعني نحتاج العروض خاصة المالية والمصاريف، يعني نرجع مصرفاتنا بتجي، نحاول بشكل طبعا نرجع للحكومة المحلية، الحكومة المركزية ببغداد، سيادة رئيس الوزراء، أنا رجعني مصرف الرافدين اللي محتاجين ضروري كلش، وخاصة اللي نحن أكثر شركات اللي بيجي، وإحنا أصحاب خاصة الصيدليات وأصحاب أفران وأصحاب أسواق، عندنا خلينا تأمينات أو شيء محتاج داخل مصرف بيجي، نحاول قدر الإمكان إنه نساعدهم، إذا يحتاجون نساعدهم كذا إحنا كشباب بيجي، كمهندسين بيجي، أو أي شيء تحتاجه الحكومة المحلية. يعني إن شاء الله ما فرط الشيء، بس نتمنى أن نرجع هذا الشيء. طبعا شاهدنا سوية مشاهدينا الأحبة هذا التقرير اللي عدى لنا زميلنا عبد الله أتشويني. يتحدث هذا التقرير هو بمطالبة أهالي بيجي لفتح المصرف مرة ثانية. طبعا بالتأكيد يعني اليوم موضوع أنه عدم وجود مصرف بهذا القضاء ممكن أنه يعتبر صعوبة على المواطنين اللي يكونون موجودين بيها، ممكن أيضا يعني راح يحبلهم عبء تكاليف الذهاب إلى تكريت من أجل أنه اللجوء إلى مصرف، أو ممكن إكمال تحويلاتهم المالية أو ممكن مصاريفهم، وهذا بالتالي بالتأكيد راح يكون كعبء على كاهل المواطنين بداخل بيجي، لأنه اليوم بالتأكيد يعني من بعد ما حل السلام، من بعد ما انتهت الحرب مع داعش والحمد لله دابد وعاد الأمن واستدب الأمان، لابد من أنه إعادة الأمور المهمة اللي تكون هي موجودة بداخل المحافظة أو بداخل القضاء، لأنه بالتالي هذا الموضوع يعني بالتأكيد راح يكون هو ذو فائدة جيدة إلى السكان اللي يكونون موجودين به. أيضا يعني اليوم مثل ما عادت الدوائر وعادة والناس أيضا إذ اللي كانوا نازحين، وبنفس الوقت عادة المكان إلى عادة الحياة إلى هذا المكان، فبالتالي ضروري جدا من خلال مناشدة الأهالي في بيجي بإعادة المصرف مرة أخرى، وأكيد يعني إحنا نوصل صوتهم من خلال قناة سامراء وتحديدا من برنامج استراحة الظهيرة، لأنه بالتالي بالتأكيد هذا الموضوع مثل ما ذكرت راح يشكل عبء على كاهل المواطنين، لأنه راح يضطرون إلى الذهاب إلى تكريت من أجل التحويلات المالية أو من أجل إيداع يعني الأموال أو ممكن السحب من عندها. طبعا احنا باقين ببيجي، راح ننتقل أيضا إلى تقرير آخر. هذا التقرير يتحدث عن مطالبة أهالي القضاء بترميم مركز شباب بيجي. خلينا نشاهد هذه المطالبات من الأهالي اللي موجودين بقضاء بيجي، ومن بعدها أكيد لنعود. يا
بالنسبة لقضاء بيجي صراحة نحن نطلب من الحكومة المحلية بأن تعيد بناء مركز شباب بيجي، لأن البيجي خاصة تفتقر إلى المراكز الترفيهية والمرافق الترفيهية في المدينة، فكثير من الشباب لا يعرف أين يذهب، أين يذهب مثلا في أوقات فراغه إذا جاء من عمله، لا يعرف أين يذهب. إذا أبسط شيء عندنا فقط الملاعب الخماسية، وتعرف كلها بإيجار، فأغلب الشباب إذا كل يوم يدفع إيجار للملعب هذا يكلف كثير من المال. أما لو كان هناك مركز مجاني الحكومة تهتم به، تكون فيه صلاة داخلية من ملاعب، تكون فيه من ملاعب تنس، ملاعب كرة قدم، مراكز ترفيهية، تكون هناك أيضا إذا اكتمل هذا المركز يكون هناك مثلا دورات تعليمية، دورات تثقيفية، دورات تجمع الشباب، أفضل من أن نرى الشباب مثلا في مراكز لا تليق بهم من ناحية الكافيهات، من ناحية الأشياء التي يضيعون فيها وقتهم، والشباب إذا وجد فراغا يذهب إلى غير مكان. أما لو وجد مثلا فراغ ووجد مركز ترفيهي في مثلا مدرسين، في تربويين، في أناس يقدمون خدمة له، فإنه سيأتي إلى هذا المركز. لذلك نطلب من الحكومة المحلية أن تعيد بناء هذا المركز خدمة لشباب بيجي وخدمة للصالح العام، وإن شاء الله نحن نأمل منهم خيرا أن في أقرب وقت يعيدوا بناء هذا المركز، وجزاهم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. نطالب الحكومة المحلية في بيجي أن تعيد التأهيل مركز شباب بيجي للرياضة، بسبب أنه متوفرة بكافة متطلبات الشباب من ناحية الملاعب كرة القدم إلى كرة السلة أيضا إلى كرة الطائرة. نرجو من الحكومة المحلية أنه تعيد هذا المركز، بسبب أنه إحنا بدل ما ندفع الاشتراكات للملاعب اللي متوفرة في بيجي ندفع مو ندفع وإنما نحصل هذا المتطلبات الموجودة بهذا المركز بشكل مجاني. كذلك أيضا نرجو من الحكومة المحلية أنه تعيد تأهيل هذا المركز، بسبب أنه نحتاج هذا الشيء، لأن إحنا نفتقد هذا الشيء في بيجي أيضا، لأنه طالعين من شيء كنا مفتقدينه، وحاليا نحتاج هذا الشيء أنه نركز به حاليا، نفيد الشباب، ركزوا على الشباب يعني، لأن هاي متطلبات لازم توفروها. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا رياضيين قضاء بيجي، نطلب من الحكومة المحلية بالالتفات إلى الرياضيين في قضاء بيجي لتأهيل مركز شباب بيجي والاعتناء بالرياضة، كون إحنا أحد الرياضيين المنظومين في هذا القضاء، ونطالب الحكومة بالالتفات إلينا من خلال الملاعب والاعتناء بنا كشباب، إحنا أجيال المستقبل، وإحنا نطالب الحكومة بالالتفات إلينا ويوفرون أبسط الحاجات. هسه مثلا عندنا مركز التطوع مال الرياضة مال شباب بيجي متوفر كل شيء، بس يعني التفاته منهم الاعتناء بالملاعب، إحنا ليش نروح ندفع اشتراكات الحجوزات الأهلية وهذا؟ أنت تعرفون المنطقة هذه والقضاء هذا عانى كثير من الحروب وهذا والدمار الشامل، وخاصة بالرياضة أباتت شبه ميتة في هذا القضاء، فنطالب من الحكومة التفات علينا، وجزاكم الله خير وشكرا. طبعا شاهدنا سوية مشاهدين الأحبة هذا التقرير في قضاء بيجي حول مطالبتهم بإعادة ترميم مركز شباب بيجي، لأنه بالتالي اليوم فعلا يعني كل الأشخاص اللي تحدثوا بداخل هذا التقرير كلامهم منطقي وأيضا صحيح. فعلا اليوم لما يكون هنالك ماكو مناطق للترفيه يعتبر هذه من الأمور المهمة، في حال عدم وجودها بالتأكيد راح يصيب الشباب التذمر، الملل، ممكن في بعض الأحيان ممكن اللجوء إلى الجلوس ببعض الأماكن اللي هم ممكن تكون هي أصلا مضرة عليهم كالكافيه وغيرها من هذه الأمور، اللجوء إلى التدخين، الأرجيلة وغيرها، فبالتالي هذا الموضوع أكيد راح يؤدي إلى ضرر. بينما إذا كان هنالك متنفس إلى الشباب إلى العوائل حتى بالتالي يغيرون جو وأيضا يمارسون الرياضة، هذا الموضوع يعتبر جيد جدا وصحي بنفس الوقت، لأنه اليوم بالتأكيد الحالة النفسية تلعب دور جدا كبير وتأثيرها على فئة الشباب أو المراهقين تحديدا. اليوم لابد أن تكون هنالك بعض الأماكن اللي تعتبر كمتنفس إليهم وبنفس الوقت إلى العوائل، لأنه بالتأكيد اليوم ممارسة الرياضة تعتبر من الأمور المهمة جدا، خصوصا للأشخاص أو للشباب اللي هم
يعني تكون عندهم موهبة معينة، فبالتالي وجود مثل هذه المساحات أو وجود مثل هذه المراكز تعتبر جيدة لتنمية وتطوير هذه الموهبة. طبعا مشاهدينا الأحبة مستمرين بحلقتنا لهذا اليوم من استراحة الظهيرة، ومثل ما نوهت أنه اليوم حلقتنا هي مختلفة ومميزة بأنه راح تكون هي مجموعة من التقارير من كل ومن أغلب محافظات العراق الحبيب. طبعا من قضاء بيجي ننتقل سوية إلى الشرقاط، وتقريرنا لهذا اليوم يتحدث عن أسباب انقطاع التيار الكهربائي المستمر، فأهالي الشرقاط يتوجهون لشراء الثلج، وممكن هذا الشيء اللي خلى يمكن نوعا ما سعر الثلج يرتفع، أو ممكن يكون هنالك بي في بعض الأحيان شحة. خلينا نشاهد هذا التقرير ومن بعد أكيد لنعود. مقبل من سبب انقطاع التيار الكهرب، انقطاع تقريبا يجور البارحة أكثر من 14 ساعة، وتدري يعني قضاء مو استهلاك، ولهذا السبب يصير قبال على شراء الثلج وبسعار شوية يعني، بس احنا ما 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 نلومهم. ليش؟ لأن أول شيء هو بالمعمل مولد كهرباء يعني يشتري الغاز عامل. ليش اليوم قارب الثلج؟ والله أنا أخذته البارحة ب1500، أخذته ب1500 وزين يعني، حتى إذا يبقى ب1500 على الوضعية هذه حيل زين. نعم نرحب، أول شيء نرحب بقناة سامراء الفضائية. والله هي بسبب الثلج أن الكهرباء تعبانة والمولدات ما تلحق تجمد الثلاجات، فنضطر إحنا نشتري ثلج. تمام، فأوجه نصيحة صغيرة لأهل المعامل أن يعتنون بالثلج والمي نظيف والقالب ينظفونه حتى النظافة تصير على الكل. طبعا السبب واضح على حرارة الجو. طبعا احنا كان مواطن يعني من الشرقاط، احكي لك عن نفسي مو عن غيري، انه انا للمقربة الجو يظل عندي حار، القالب ما يكفيني، وقعد اخذ الثلج يعني تقريبا 3000 القالب او باربعه، بينما هو ابو الثلج يجيب نجد طبعا يحسبه علي ليش على مودي طلع اجره يعني لو هم ارباح، فالجو حار لليل يبقى ما يعني ماكو نتيجه. وكهرباء، الكهرباء المبرده اذا شغل المبرده تنفق عليه ماي حار، ماي ايش اسمه هواء حار، وسبالت ماكو كهرباء تنشغل سبالت ولا كونديشنات، بهذا الحال شو نسوي احنا؟ طبعا بالتأكيد مع الارتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة بالتالي وعدم توفير الكهرباء والانقطاع المستمر لتيار الكهرباء خصوصا بالشرقاط أدى لجوء الأهالي إلى شراء الثلج. طبعا بالتأكيد يعني ملاحظة مهمة أنه اليوم احنا نحتاج إلى أنه نبرد الأشياء مع هذا مع هذه الارتفاع بدرجات الحرارة، لابد أنه احنا نحتاج أن تبريد أجسادنا أو تبريد الطعام أو ممكن تبريد بعض العصائر أو المياه اللي احنا نتناولها. لكن بالتأكيد يعني احنا الثلج اللي شفناه بالتقرير هو غير صالح للشرب، يعني احنا ممكن أنه نقوم بوضع فلينة نخلي نكسره ونخلي مثلا بطالة المي بي أو نخلي الأشياء اللي نريد نبردها به، مو معناته أنه هو نخليه بالماء اللي نريد نشربه، هذا الموضوع جدا خاطئ، وممكن أنه يكون هو أساسا مثل ما شاهدنا يعني غير صالح لأنه نشربه صحيا، غير ما ينفع الموضوع. فبالتالي احنا نحاول قدر المستطاع نخليه بفلينة، وأيضا مثل ما ذكرت نبرد الأشياء اللي نحاول أنه احنا نتناولها أو نشربها. خلينا ننتقل سوية مشاهدينا إلى تقرير آخر. التقرير لهذا اليوم هو راح يكون أيضا من محافظة ديالة، يتحدث إلى حول أنه هناك عدد من المظاهرات من الموظفين يطالبون بإقرار سلم الرواتب. وطبعا هذا التقرير عدى لنا الزميل عمر، خلينا نشاهده ومن بعدها أكيد نعود. ضرورة ملحة، وبات على المشرع العراقي أن يعيد حساباته بنفسه أولا بتشريع قانون سلم الرواتب الذي أصبح ضرورة أيضا لدى الموظفين العراقيين داخل الوزارات، بحيث أن هناك مظلومية وعدم النظر لكفاءة هذه
الفئة سواء في هذه الوزارة أو تلك؟ يعني ما الجدوى أن تكون أنت حاصل على شهادة دكتوراه لكن بوزارة معينة أو بسلك معين، وهناك نفس الاختصاص بوزارة ثانية يأخذ أضعاف الراتب الذي أنت تأخذه؟ يعني إذا قارنا بين وزارة الكهرباء أو النفط ربما تأخذ أعلى الامتيازات. لذلك نجد أنه الكثير من الموظفين يحاولون أن نقل بالواسطة أو محسوبية إلى تلك الوزارات، مما سبب نقص في باقي الوزارات. هذا الأمر يعني هي مفارقة يعني غريبة. على المشرع العراقي أن يرى إمكانية العودة إلى سلم يوحد بنظام جميع الاختصاصات بالإضافة إلى جميع درجات الشهادات من الابتدائية ولغاية الدكتوراه. أيضا حتى مجلس النواب لديه امتيازات تختلف عن باقي الوزارات. ربما يعني لهذا أنه أي دورة برلمانية تأتي لا تنتبه إلى هذه القوانين، لكن أعتقد الضغط الجماهيري والتظاهرات التي تخرج بأكثر من محافظة لتشريع هذا القانون بات لزاما على هذه الدورة قبل أن تنتهي أن تشرع هذا القوانين إنصافا للمواطن. طيب وسط هذه هذا تقرير مشاهدينا الأحبة، وأيضا شكر للزميل عمر من محافظة ديالى. طبعا التقرير كان يتحدث حول المظاهرات لعدد كبير من الموظفين يطالبون بإقرار سلم رواتب عادل، لأنه بالتالي اليوم ممكن بعض الموظفين يقومون يعني العمل المستمر الالتزام بالوظيفة، لكن بنفس الوقت هم ما يكون لهم الراتب ما يستلموه على قدر تعبهم أو ممكن خدمتهم أو حتى ممكن الشهادات اللي يعملون بها. وبالتالي إحنا نتمنى أن يتم إقرار هذا القانون وإقرار سلم الرواتب بشكل عادل ويرضي جميع الموظفين والمواطنين. كانت هذه ختام حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى لكل المشاهدين أن استمتعوا بحلقتنا، وأيضا مشاهدين الأحبة خلصت ساعتنا من البث المباشر. بالتأكيد نلتقيكم بحلقات أخرى. إلى اللقاء.